زيرونا اخويا كرفون شلك انت ناعس انا يلا فايقوني الدراري البارح قالوا لي غدا عندنا صاجي دوس. السلام عليكم اصدقاء، مرحبا بكم. الظرفيه ديال الباكيه واحد الظرفيه زوينه كندوزوها من الحياه ديالنا سواء كنا صغار او كبار. فمثلا دابا الجينيراسيون الجديده اللي كدوز امتحان ديال الباك فهي جينيراسيون كتنتمي للجيل ديال 2005 و2004. اي يا سيدي 2005 و2004 باك 2023 ماشي مشكل الناس اللي مضوبلين وتا هما 2002 2003 ولكن راه بزاف اليوم القضيه. واش انت في 2003 ومازال كدوز في الباك ومكرفس، ولا في 2002 ومازال الله كدوز الباك فغتكرفس شويه؟ علاش؟ انك غتاخد اجازه على واحد السيد 24 وهذا الشيء فيه الارزاق بيد الله، ما نقولش لكم شي حاجه. المهم الناس ديال الباك كون كانوا عارفين شنو تابعوا من الباك والله ما يفرحوا بحال هذا الشيء ولا ينتظروا هذا الشيء. فبلا ما ندخل في هذا القوس الكبير، المهم غندوي على الناس دابا ديال الباك شنو قالوا في الطريقه ديال كيفاش داز داك الشيء. فخليكم مع هذا خونا اللي سطاني بالضحك. زيرونا اخويا كرفون، زيرونا. شوف ولكن دخلت واحد المصححه ولا تبي لفات لي الورقه دخلت مابقاش كندخل طاميل باقي الفوق عاصر على الورقه. ها بعد ورقات قريت الورقه الاولى انا وصافي. شوف شوف يكون خير العام الجاي، يكون خير العام الجاي، يكون خير. ها كافي اللي حافظ، اما حنا الا ما كافيناش فعطينا ربع السوايع. هادشي الاصدقاء راه من واحد الجانب راه ما مزيانش، علاش؟ انه كيبان لينا فيه واحد شويه ديال الدعابه وانك تضحك صاحبك وكذا، ولكن راه اغلبيه ديال خوتنا كيسقطوا وكتلقاهم ساقطين كيدوزوا في صدرافيه. ما علينا، المهم وسيله ترفيه عند الشباب وهذاك الشيء ديال الله يحسن العوان ديال القنوات ديالنا حنايا اللي كيمشيو تما، واه ماشي قنوات ولكن غير جرائد كيمشيو يشوفوا شنو الباك وشنو تما باش يطلعوا الطوندونس، لان هذا الموضوع كيكون جاري لحد الساعه في واحد في واحد الظرفيه ديال 15 يوم ما كيدوزوا الاستدراكيه وما بين الامتحانات العاديه. فدابا كيدوزوا علميا على ما اظن ومن كيدوزوا الامتحانات الاولين، وجيدا بالادبيين غيدوزوا نهار 8 في الشهر. فنتمنوا لهم النجاح والسداد، والمهم اي واحد اللي كيتمنى شي حاجه الله يجيبها ليه في هذه البلاد السعيده. والباك راه واحد البوابه، والانسان ما يفقدش امال في هذا الشيء ديال الباك ويكمل. فمثلا الباك راه انت خاصك تسجل، واخا مازال ما كاينش الباك خاصك تسجل في لعيبات اخرين وتكون ناضي من هنا للقدام. علاش؟ انا الوقت دابا بغيت بنادم يكون حربي، خليني من داك الشيء ديال النقيل في الباك وكذا. الباك ما خدامش فيه النقيل، هو لقيتي فين نقول غير نقول، ولكن من بعد من دوز الباك خاصك ما تبقاش معول غير نقول بوحدها، خاصك تحاول تكافح باش توصل شي لعيبه ونكسر عليكم الدراري. المهم هذا الشيء اللي كاين، نخليكم مع خونا حتى هو شنو قال لهم في الباك وشنو داك الشيء كيضحك بزاف. المهم دراري تابونوا عندنا في لاشين ديالي باش يبقى يوصلكم فيديوهات جديده حول مواضيع الساعه ومقاضي اجتماعيه. المهم بقاو على القرص ان شاء الله.